الملايين يستعملون أغبى كلمة سر، ما هي؟ كشفت دراسة حديثة أن عشرات الملايين يستخدمون شفرات دخول كلمات السر يسهل اكتشافها للدخول إلى حساباتهم الإلكترونية الحساسة. وقال المدير الفني المركز الوطني لأمن المعلومات في بريطانيا أن الأشخاص الذين يستخدمون كلمات مرور سهلة يعرضون أنفسهم للخطر، لافتا إلى أن البيانات الحساسة تتطلب كلمات سر لا يمكن تخمينها، مثل اسم فريق كرة قدم أو فرقة موسيقية.